مساء الخير ومساء الفل، مساء النور على كل مشاهدين برنامج كنوز مصرية. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. من الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الإجهاض المتكرر، وكمان اتكلمنا عن نبض الجنين ومشاكل الأم. الحلقة دي جالنا أسئلة كتير قوي، نتكلم عن الولادة المبكرة. هنتكلم عن الولادة المبكرة، وكمان هنتكلم عن المنظار، عمليات المنظار، وكمان هنتكلم عن الحقن المجهري. معايا النهاردة هاتف تليفوني أو مداخلة تليفونية من الدكتور حسن الصاوي، أخصائي نساء وتوليد وعقم وحقن مجهري وجراحة منظار. هيكلمنا عن حاجات كتير قوي تخص المرأة، عن الولادة المبكرة. اختلافا عن الدكتور السيد السلاوي، كلمنا عن الإجهاض المتكرر وكمان الحقن اللي بتتاخد تحت الجلد. الاختلاف بقى في حلقة النهاردة هنتكلم عن الميلاد المبكر، إن كان بقى في الحمل التوم اللي هو التوأم، يعني بيبقى فيه مشاكل كتير قوي بتدخل في مراحل، ممكن يوصل الميلاد في أول شهر 8 أو في نهاية 7. فهنتكلم النهاردة عن الموضوع ده تحديداً. الدكتور معانا ولا ايه؟ طيب ماشي خلاص. كان في اسئله كتير قوي جايه لنا. معانا الدكتور؟ طيب اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، نورتنا. الدكتور حسن الصاوي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه دينا والساده المشاهدين. سامعني يا دكتور؟ سامعك يا فندم، اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. طيب يا دكتور، عايزين نعرف من حضرتك النهاردة ما هي أسباب الولادة المبكرة؟ أولاً الولادة المبكرة هي أنه الجنين يتولد قبل 37 أسبوع وبعد الفيابيليتي، يعني بعد ما الجنين يكتمل ويكون في نبض، بس قبل 37 أسبوع اللي هو اكتمال الحمل. معايا؟ معاك يا دكتور، سامعين حضرتك. نسبة حدوث الولادة المبكرة في الولادات 10%. أسبابها أي حاجة في الشغل، النساء والولادة تنقسم إلى 2 أسباب: تتعلق بالجنين، وأسباب تتعلق بالأم، غير التخصصات الثانية زي الجراحة والعظام والحاجات دي. أنت بتتعامل مع المرض اللي قدامك بس، إنما في النساء أنت بتتعامل مع 2: الجنين والأم. ولازم في نهاية الرحلة يكون الجنين مكتمل وكويس، ما يحتاجش حضانة، ما فيش فيه اي مشاكل او عيوب خلقية ما تمش اكتشافها في الحمل، والام كويسة سواء ولادة طبيعي او قيصري، ما عندهاش اي مشاكل، ما فيش نزيف ولا حاجة. فالولادة المبكرة او البري تيرم ليبر، اللي هي قلنا الولادة قبل 37 اسبوع، يعني بعد الاسبوع الاول من الحمل، دي ممكن يكون يسبقها انفجار جيب السائل الأميوسي اللي هو كيس المية اللي حوالين الجنين زي ما بيقولوا القرن طش، أو تكون ولادة مبكرة بدون انفجار جيب المياه. الولادة اللي هي فيها انفجار جيب المياه أهم سبب ليها الأسندنج فاجنال انفكشن، يكون في عدوى بكتيرية أو في أي مشكلة من البكتيريا عفوا في المهبل، فالميكروب بيطلع فوق يخش عنق الرحم، يبدا يعمل مشاكل في كيس الحمل فيؤدي لانفجار كيس الحمل. اشهر سبب هو العدوى البكتيريه او غيرها في المهبل. لذلك الست الحامل لازم تكون بتهتم بالنظافه الشخصيه، استعمال الكريمات، استعمال برشام، استعمال حقن، بحيث ما يكونش عندها اي انفكشن او عدوى في منطقه المهبل. ده اللي هو بسبب انفجار جيب المياه. لو ما فيش انفجار جيب مياه وحصل ولاده مبكره، الأسباب 2 أسباب زي ما قلنا: في الجنين وأسباب في الأم. أسباب في الجنين دي مش كتير، أهمها الكروموزومال أبنورماليتي، يعني خلل في التكوين الجيني أو الكروموزومات بتاعة الجنين، أو في البويضة المخصبة، ودي بنسبتها عالية 60% من كل حالات الإجهاض أو الولادة المبكرة. أو يكون الست الجنين ده أكتر من جنين، يعني الست حامل باثنين أو بثلاثة، فعاملين ضغط على عنق الرحم، ضغط على الرحم بيؤدي إلى أن الرحم يحصل فيه كونتراكشن أو طلق مبكر،
رقم ثلاثة يكون الجنين ده عنده مشكلة في الـ RH، يعني الست سقطت قبل كده أو ولدت قبل كده وما أخدتش حقنة الـ RH، بالتالي تكون عندها أجسام مضادة، الأجسام المضادة دي بنسبتها بتعلى فتؤدي إلى ولادة مبكرة قبل 37 أسبوع. يعني دي حضرتك الأسباب. تقصد الحمل في التوم أو في الثلاث أطفال ده بيؤدي إلى ميلاد مبكر؟ أكيد، لأن بيبقى الرحم في حمل زيادة، في حجم زيادة عن الجنين الواحد، تمام يؤدي إلى انقباضات مبكرة وطلق مبكر في الحمل، تمام أو إن يكون عنق الرحم ما يتحملش، يكون فيه قصير أو مش قافل أوي فيفتح بدري. طب ايه هي أو المشاكل اللي حضرتكم بتقابلوها بقى في الميلاد المبكر ان كان بقى في توم او في حمل طفل واحد؟ يعني والله هكمل مع حضرتك الاسباب واقول لك المشاكل اللي هتحصل في الجنين اللي اتولد مبكر. تمام، اتفضل. الاسباب بعد كده اللي بتعلق بالام ممكن تكون اسباب جنرال على الجسم كله عند الام، او اسباب لوكال. تمام اسباب لوكال يعني هنتكلم عن الرحم وعنق الرحم. اسباب جنرال، الست دي عندها ميديكال ديس اوردر زي السكر، زي الضغط، زي اي مرض من الامراض العامه اللي عندها، او عندها مرض في الامراض الغدد الصماء الاندوكراينال ديفكت، زي نقص الغده الدرقيه، زي نقص هرمون البروجسترون في الحمل، فما بيكملش ان هو يثبت او يكون عامل سمك بطنه الرحم وكويس ان هو يكمل الحمل الاخر، او تجي لها اي عدوى في الحمل. برضو قلنا اهم حاجه الاسندنج فاجينال انفكشن، عدوى جايه من المهبل. اتنين اسباب لوكال، حاجات موضعيه في الحمل تتعلق بالرحم وعنق الرحم. دي اما تكون كونجنتال او تروماتيك او انفلاماتوري. كونجنتال يعني عيوب خلقيه في الرحم، الرحم حجمه صغير، في هايبوبليزيا في حجم الرحم كله، ما بيستحملش الجنين لما يكبر يكون وزنه كيلو ونص 2 كيلو، او في حاجز رحمي او رحم بقرنين. دي اسباب في حجم، دي اسباب تتعلق بالرحم بس، طب ولو حجم حاجات الطفل موضعيه. اصلا كيلو ونص او 2 كيلو ده لازم يدخل حضانة؟ ممكن الطفل لازم يخش حضانه عشان الوزن هنا، لان الطبيعي ان حجم الطفل من 2.5 ل 3.5 او اكتر، تمام. طب وفي حالات بتبقى اكتر من كده. يعني لسه في حاله والده معايا نزلتها على صفحتي 6 كيلو في ما شاء طفل الله، انا والدتي. تبعتها يا دكتور وعلقت عليها، كان حاجة يعني ما شاء الله، ربنا يحميه. في طفل والدته مره كان 5.5 في 4، بتبقى حاجات كبيره بس بس بتبقى الست الأوزان والده. التقيلة دي يا دكتور مش طبيعي، هتؤدي لقيصري. دي بس ده حتى مش هي ولادة مبكرة، ده مولود طبيعي. لا، ده كان واخد 39 اسبوع وايام، يعني كان فاضل له يومين ثلاثه ويخلص الشهر 9. ما شاء الله. حتى هي الست ما رحت اشوفها لقيت عنق الرحم فاتح محاوله او اتنين طبيعي، ما فيش تقدم في الولاده، فقلت لا تمام تولد قيصري. تمام ولد قيصري ما شاء الله، البيبي حاجه كبيره كده. ده أسباب من أسباب المشاكل الولادة. يا اما يكون عنق الرحم، يكون الرحم حجمه صغير، او في حاجز رحمي او رحم بقرنين، او يكون تروماتيك ان يكون عنق الرحم في حاجه اسمها اسمك انكومبتنس، يعني عنق الرحم قصير مش قافل قوي، بيفتح ما بيستحملش، فساعه ما وزن الجنين بيزيد خاصه مع حركه الام والمجهود والطلوع والنزول فبيفتح ينزل ايه البيبي. تمام. او يكون الست عندها نيوبلاستيك، في عندها معايا يا فندم، أو ما حضرتك يا فندم سامعينك. او يكون الست عندها اي اورام ليفيه، وخاصه السب ميوكس اللي هو الورم الليفي اللي تحت بطنه الرحم، هو بيزيد مع الحمل بالتالي بيملى تجويف الرحم، يعني زي ما ينفعش بقى هنا، زي الطفل زي الفريك ما يحب الشريك، الورم بيضغط عليه فبيبدا ينزله. تمام. دي الاسباب اللي هي تعلق بالام، يا جنرال عندها مشاكل في الغده، مشاكل في الضغط، سكر غيره، او اسباب موضعيه في الرحم وعنق الرحم. هنا الجنين لازم يكون واخد راحته في الرحم، الرحم ما فيش فيه حاجز، الرحم حجمه كويس مش رحم بقرنين، عنق الرحم قافل كويس عليه، ما فيش فيه ورم ليفي داخل تجويف الرحم عامل مشكلة للجنين. في اسباب بقى تانية تتعلق بالمشيمة والممبرينز اللي هي الخول زي ما بيسموه الخلاص بتاع العيل، اما تكون البلاسنتا دي بريفيا ساقطة لتحت شوية عند عنق الرحم، او حصل ان الست عندها ضغط والضغط عالي ادى الى انفصال المشيمة ونزيف داخلي داخل الرحم، او يكون في اناتوميكال في اي خلل في تكوين المشيمه زي الباتل او غيرها، او في حصلت اورام في المشيمه ذات نفسها. دي الاسباب تتعلق بالمشيمه، المشيمه ساقطه لتحت، المشيمه في خلل في تكوينها،
المشيمة حصل فيها أورام تضخمت أو ما وصلش دم للجنين، أي مشكلة فيها. طيب الممبرينز اللي هي الأغشية ممكن يحصل بريماتيور رابشر اوف ممبرين، كيس المية اتفتح بدري. قلنا أهم سبب ليه إن الكيس المية ده يتفتح إن يكون في عدوى بكتيرية أو فيروسية أو في المهبل، فالفيروس أو الميكروب بيطلع من المهبل على فوق يخش عنق الرحم، يخش جوه الرحم يعمل مشكلة في الأغشية، والأغشية دي تبقى رقيقة يعني كده، تمام. فبيحصل فيها انفجار على طول. ده ممكن يحصل انفجار قبل السابع يا دكتور ولا بعد السابع؟ ممكن في أي وقت، في أي وقت؟ ممكن في أي وقت، يعني أنا شفت حالات قبل كده في الشهر السادس في أول السابع، ممكن يكون مجهود، ممكن يكون بسبب المعاشرة الزوجية، ممكن يكون حصل أي حاجة اتحركت شالت حاجة تقيلة طلعت نزلت. طيب والأسباب حصل دي بتبقى في التوم ولا في طفل واحد بس يا دكتور؟ وفي الطفل الواحد برضه ممكن تحصل إن كيس المية يتفتح بدري لأي تمام. سبب من الأسباب. طب وكده يعني الطفل بيدخل حضانة ولا بيكون أصلا فاقد الحياة؟ هو لو الرئة مثلا حصل فيها اكتمال حتى بعد 28 أسبوع بعد نهاية السادس دخلت في السابع، تمام. وفي حضانة كويسة فيها جهاز فنتليتور تنفس صناعي إمكانيات عالية، ممكن ربنا يسهل ويكمل مع زمايلنا اللي هم أخصائي الحضانات تمام. بيعملوا لازم معاه، وفي أطفال كملوا. وبعد كده في مشاكل بتحصل في الطفل، يحصل له عدوى أو ما التنفس عنده من الرئتين ما اكتملوش، الطفل بيزرق مش نافع حتى بالأكسجين أو بالتنفس الصناعي. تمام. في حاجة كمان إن يكون بولي هيدرامينوس، يعني كمية السائل الأمنيوسي زايدة، يعني هي عندها زيادة في المية، وده بيبقى مشهور في حالات المرضى الحوامل اللي هم عندهم السكر. ده يمكن أهم سبب بيخلي السائل الأمنيوسي اللي حوالين الجنين يكون كميته زايدة، ده الست بطنها كبيرة أوي، ممكن مع أي مجهود مع الحركة أو من غير أي حاجة كيس المية اتفتح في الشهر السادس في السابع في أول الثامن. طبعا ما دام كيس المية اتفتح بيعمل كونتراكشن، بينبه الرحم إنه ينقبض، انقباضات الرحم هتؤدي إلى إن الجنين ينزل. تمام. وفي بعض الحالات أنت أصلا ما تبقاش حابب ان الست يجي لها طلق، اللي هي والده قبل كده قيصري مره او اتنين، بتخاف على الجرح اللي جوه في الرحم. ما ينفعش يجي لو لها طلق. ما ينفعش عشان الجرح اللي جوه ممكن في بعض الحالات بيحصل الجرح يفتح او دهيسم سكار او انه يحصل لها انفجار في الرحم، طب دي بتضطر انها تولد قبل ميعادها يا دكتور؟ دي هتولدها بقى ممكن تديها بعض الحاجات اللي هي تهدي الطلق. استجابت ماشي بتكمل اسبوع اتنين على ما تاخد الكورتيكوستيرويد حقن الرئه او زي ما بيسموها، تمام. أو يحصل تحسن في السيرفاكتانت اللي هي المادة السائلة في الرئة. لو ما استجابتش والطلق ما وقفش بتضطر تولدها، خاصة لو كانت والدة قبل كده قيصري وعنق الرحم ما فتحش. تمام. ممكن يكون اتروجينيك، أنت بتديها اندكشن للليبر، هي الست خدت أي برشام، أو رقم خمسة غير معلوم السبب حصل ولادة مبكرة وأنت ما فيش حاجة، يعني الست ما عندهاش عدوى بكتيرية، الرحم كويس، ما عندهاش سكر، ما عندهاش ضغط، الجنين انت شفته كويس عملت له 3 دي و4 دي، الجنين كويس ما عندهاش اي انفكشن، كميه السائل اللي جوه مظبوطه، المشيمه كويسه، وحصل ولاده مبكره ليه؟ ايديو بس غير معروف السبب، يعني اراده ربنا. طيب أكيد حصل ونعم ولاده بالله. مبكره قبل 37 اسبوع اللي هو الفول ماتوريشن او اكتمال الجنين، ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لي في المولود الصغير ده؟ ماشي اتوقعها احاول ان انا اعالجها. الجنين اللي هينزل طبيعي خاصة في لو هو بريماتيور أكتر حاجة بتخاف منها اللي هو يحصل له نزيف داخل المخ انتراكرينيال هيموريدج، وخاصة مع الزنقة بتاعة الولادة يحصل له كومبريشن ينضغط في الحوض وهو نازل، وبعدين يروح طالع من الحوض بره ساعة الراس ما بتطلع يروح الضغط، حاجة اسمها كومبريشن دي كومبريشن، تضغط على الراس مرة واحدة وبعد كده الضغط يفك مرة واحدة، ده بيروح عامل ارتشاح داخل المخ او نزيف داخل المخ. دي الميلاد الطبيعي. ده لو اتولد طبيعي. تمام. انت بتخاف دي اهم حاجه تحصل انه البيبي يحصل له نزيف او ارتشاح داخل المخ يضغط على المخ يعمل له مشاكل، او ان الجنين ده صغير وهو نازل في الحوض شدته شده او اتزنق حصل له كسر في عظمه الترقوه او حصل له قطع في الظافره العصبيه، يا نهار أبيض. تمزق في الاعضاء الداخليه، بيكون لسه الجنين رؤية قوي ما اكتملش النمو بتاعه، اي تروما جوه في الاعضاء اللي هي في البطن في الخلع في الحوض الخ، لسه الجنين صغير العظم بتاعه طب والاربطه هنا المشكلة والمفاصل. هتبقى فين يا دكتور؟ في الأم ولا أصلا في الدكتور اللي بيولد الحالة؟
هل على حسب، ممكن الجنين ذات نفسه الحوض ضيق، الطلق عند الام زايد، الطفل اتزنق زنقه، الطفل جاي مش معدول قوي، مش الراس مش معدوله، جاي وهو نازل مثلا اكسبت بوستيرور، الراس اللي ورا والوش اللي قدام، الراس جايه اوبليك جايه مايله، لا ده الطفل جاي بريتش جاي بالمقعده، حاجات كتيره في الولاده تمام. الطبيعيه انت ممكن تلاقي نفسك قدامها. يعني انت قاعد في الاستقبال، قاعد في المستشفى، الست داخله عليك، عنق الرحم فولي دايليتد متسع على الاخر، والراس نازله او العين ما بتلحقش تكملها. تمام. وفي حالات كتير شفناها ولدت في اخر الثامن في نص الثامن، والحمد لله كملت، دخلت الحضانه يوم واثنين وكملت. الحمد لله. وفي في حالات، انا في حاله ولدتها من شهرين تقريبا، دي كان ما فيش حركه خالص في الجنين، عملناها 3 دي و4 دي، طلع انه الحبل السري لافف حوالين رقبه الجنين لفه واثنين وما فيش حركه والدم مش واصل للجنين، فولدتها في نص الثامن ودخلت حضانه اسبوعين ما شاء الله وزي الفل. ده قيصري بقى يا دكتور، مش طبيعي. دي قيصري اه، لان هي مش كان جاي لها طلق، ولو تمام. هتديها حقن طلق هتعمل كونتراكشن والرحم ينقبض على البيبي اللي هو اصلا ديستريست، مش بيتحرك، مش واصل له دم. فالقرار ان هي كانت تولد قيصري امن، لان البنت كانت الحبل لاف على رقبتها لفتين ثلاثه، يا فهي دي ساتر. الاحسن ليها. ممكن الجنين اللي بينزل بقى، طب الجنين نزل وزي الفل وما حصلوش ارتشاح في المخ ولونه احمر وكويس، بس بينهج بينت نفسه سريع بيزرق، تحطه على الاكسجين كويس، تشيله مع الاكسجين يزرق، يبقى دي عدم اكتمال الرئه اللي هو ريسبيراتوري ديستريس سندروم، لسه تمام. الرئه ما اكتملتش، او حصل له نيوتريشنال ديفيشنسز مشاكل في الاغذيه، ان الولد اصلا ما بيرضعش مش قادر يضرع، او بيرضع بس رضاعه ضعيفه. طب هو رضع والرضاعه كويسه بس لسه انزيمات الكبد والتمثيل الغذائي عنده ما اكتملش، او يكون عنده نقص او انيميا بسبب اللي هو نازل بدري. طب الجنين كويس والنفس كويس وبيرضع وكل حاجه بس لسه ما اكتملش النمو بتاعه، فبالتالي المناعه بتاعته ضعيفه، ممكن يحصل له انفكشن، اي عدوى تحصل له يخش في سبتسيميا وتسمم دموي الخ، او ما حصلش ده خالص، بيتنفس وكويس وبيرضع الحمام كويس بس لسه الكبد ما اكتملش، ان هو عشان يتخلص من الصفرة الزايد عنده او البيليروبين، يحصل له هايبر بيليروبينيميا تاثر على المخ، دي كلها مشاكل ممكن تحصل. او الجنين يكون عنده هايبوثيرميا، الجنين دايما حرارته منخفضه نتيجه انه ما عندهش دهون كفايه تحت الجلد، او انه عدم اكتمال مركز تنظيم الحراره في المخ الماتيور الهيت ريجوليتنج سنتر، دي كلها مشاكل، يا نزيف يا مشاكل في النفس يا مشاكل في التغذيه يا قابليه للعدوى، الطفل مش قادر الكبد يتخلص من الصفره او البيليروبين في الدم عشان ما يحصلوش صفره في الجسم. طيب الحاجات دي ربنا سهل وعدت والطفل كويس وتمام ودخل الحضانه على الاكسجين سباب او تنفس صناعي، قعد اسبوع اتنين واكتمل. تمام. حاله تانيه، حاله تانيه جايه في الاستقبال او جايه في الكشف، انا ازاي اتوقع الحاله دي؟ يعني ازاي يعني استنتج كده ممكن الحاله دي تكون معرضه لولاده مبكره؟ في الهيستوري بتاعها وانت بتاخد منها التاريخ بتاعها ممكن تقول لك انا ولدت المره اللي فاتت في الشهر السابع، او جالي طلق مبكر اكتر من مره، يبقى انت عارف ان الست دي عرضه ان هي تولد ولاده مبكره، في أي فتاخد وقت يعني؟ احتياطاتك اه وتعمل لها اللازم، وهي لسه ممكن في اول الشهر الاول. تمام. انت تسالها انت ولدت كم مره، ولدت في الشهر كام، كان في مشاكل في الولاده، كان في مشاكل في البيبي، الطفل دخل حضانه، تاخد علاج لاي امراض، انت حملتي على طول، دورتك منتظمه، كل حاجه عندك، عملت اي عمليات تانيه غير النساء زي عمليات الجراحه وكده. فممكن الست في خلال كلام تقول لك انا ولدت المره اللي فاتت في الشهر الثامن او سقطت كذا، تتوقع ان الست دي عرضه ان ممكن يحصل لها ولاده مبكره، فتاخد كل احتياطاتك تعمل لها اللازم. يعني تقريبا ممكن كم في المية يا دكتور بتاخد احتياطاتك لأي ست بتجي لك؟ لو الست قالت اي علامه من علامات الخطر ان هي جالها طلق مبكر في الولاده اللي فاتت، او ان هي ولدت في اول الثامن او في اخر الثامن او كده، فانت من بدري بتاخد احتياطاتك. بس وارد لان انها تولد في التاسع عادي، مش لازم تكون زي البيبي الاولاني، صح كده؟ وارد وارد ان هي تكمل تاخد الحاجات تهدي الرحم، تعمل لها ربط زي ما هنقول دلوقتي، حاجات كتيره تعملها بحيث انك تتفادى ان هي يجي لها طلق مبكر او ولاده مبكره او يحصل انفجار لجيب السائل الامنيوسي. لو الجيف الميه اتفتح زي ما بيقول قرن طش، ده بينبه الرحم انه ينقبض، وممكن تمام. الميه تنزل
والرحم مش انقبض، بس الميه نشفت جوه حوالين البيبي، ما عادش عارف يتحرك، ما عادش عارف ياخد نفس، وممكن يحصل له اي مشاكل فتضطر تولدها. قيصري بقى فورا. ممكن الست جايه تكشف كشف عادي في العياده، بتقول لك انا حاسه بتقل مثلا من تحت، انا عندي تقل من تحت بيسمع في الظهر، او بطني بتحجر، طيب بطني بتتشف اكتر من مره، فجيت افحصها من تحت لقيت عنق الرحم متسع بس اتساعه اقل من 4 سم، يعني هي عنق الرحم فاتح شويه اهو. فانت دي تتوقع ان الست دي هتولد، لان هي عنق الرحم لو فاتح اقل من 4 سم دي تبقى عرضه ان هي تولد ولاده مبكره. طب لو عنق الرحم فاتح اكتر من 4 سم، 5 او 6، دي خلاص دخلت في ولاده، دي بدات تخش في الاكتيف ستيج، يا المرحله دكتور الناشطه يا من دكتور الولاده. يا دكتور اتفضل. حسن، طبعا مشاكل الولادة المبكرة مشاكلها كتير قوي، عايزة تقريبا مش حلقة، لا عايزة سلسلة حلقات. أنا طبعا بشكرك جدا، أكيد السادة المشاهدين استفادوا من حضرتك، بشكر حضرتك على المداخلة والكلام اللي الناس استفادت منه. والآن معايا دلوقتي موهبة شعر علي سالم ابن دمياط، تحديدا مركز كفر سعد، موهبة بيكتب ويقول أشعار. هننزل له دلوقتي مقطع صغير هو مسجله. وإلى هنا يكون خلصت حلقتنا، انتظرونا في نفس الميعاد وإلى اللقاء. يا ريسنا يا ريسني، يا معلي رايتنا يا مؤسسني، بنية تحتية وحرية اجتماعية، أولهم شقينا بإيدينا القناة التانية، تجري فيها السفن الأجنبية، تضخ لمصر ثروة اقتصادية، أنشأت مدن وقرى ونواجع، جعلت لمصر الخير كله راجع، بمدح فيك وبقول ربنا يحرسك على طول. انت يا ما مسحت بايديك دموع امي شهيد مدفون، تحت شمسك، تحت رملك، تحت قمرك، تحت ظلك، مات وهو بيدافع عن ترابك يا مصر من الخونة والاعداء، طلعت انت وقلت زي الاسد القصور، مصر محروسة زي ما كتاب ربنا بيقول. تسلم ايديك يا ريسنا، جيشك وشعبك واقفين معاك على طول، يحميك ربنا وتفضل لنا على مر العصور، يا ريسنا يا ريسنا، يا معلي ريتنا ومؤسسنا.